والشعر طر لم لم طر لم لم والشعر لم خليا بوليا مانا خليا مانا خليا والنفوخ أدواره عليا صح ندلع في الزتونة زتونة وكان فاكرها الفاصوليا ولا لا 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 إلا أنا بهوى لو خلني كن زنة على أضاء ولا لا 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 إلا أنا بهوى لو خلني كن زنة على أضاء حرصك هيقلعك هدومك يا هوي يا بوي يا مانا خويا مانا خويا والنفوخ أدوار عليا صح ندلع في الزتون وكان فاكرها فاصوليا كل الكلام ده سليم سليم وخصوصا الهوليا ما يقولها إلا حكيم مخه ضرب فوليا يا خوليا يا بوليا يا هوليا بوليا مانا خوليا مانا خوليا والنفوخ أدوار عليا صح ندلع في الزتونة وكان فاكرها الفاصوليا بعبيد علي برج فاضل بس تار يعني يلا اعملوا لي كومبوزار اصلي يعني العفرة كشكش لو سليم يبقى شغله في الزمن ده موديل قديم كان في راس برج فاضل بس تار يعني يلا اعملوا لي كومبوزار اصلي يعني العفرة كشكش لو سليم يبقى شغله في الزمن ده موديل قديم ما تعمليش روحك كده يا عايده يا بنتي ايه الاعمار بيد الله ونعمه بالله يا غالي انا يعني بعيط علشانك طبعا وكل حاجه بس احنا اللي مزود الموضوع كده معاي اني جعانه شويه يا عايده يا بنتي لكل اجل كتاب انا مش خايف ان اموت انا خايف من اللي هيحصل بعد ما اموت بعد الشر عليك يا خالي مفيش وقت يا عايده يا بنتي اسمعيني وما تعرضنيش ها وما تقاطعنيش حاضر انا فنيت عمري وشبابي في المصحه دي كل جبر فيها ليه في قلبي ذكرى كل طوبه اتبنت من شقايا وتعبي ربنا يديك طولة العمر يا خالي ويكتر مجانين يوه انا قلتلك ما تقاطعنيش كل اللي موجودين هنا مش مرضى انا بعالجهم لا دول اصبحوا جزء مني اللي انا خايف منه بعد ما اموت ان هما يتبهدلوا من بعدي ربنا رزقني بحفيدين ايدك والقبر منهم نعمان وده بقى We'll be right back.
ادي نعمان. اما نعيم بقى فده مصيبتي فيه اكبر. لا مصيبه ولا حاجه. يا وردة يا وردة، انت بتتكلمي عن جدي، وجدي ده انا عارفه كويس مش هيموت دلوقتي، ده بسبع ارواح. يا سلام، طب وافرض بقى ان السبع ارواح دول كلهم طلعوا مره واحده، ساعتها بقى نعمان اخوك هيقاسمنا في الميراث، ايه العمل بقى؟ لا يا وردة، جدي اعقل من كده، وانا واثق بقى ان قبل السبع ارواح ما يطلعوا هيكون كاتب المصحه كلها باسمي. ده أنا نعيم والأجر على الله. أنت بيتهيألك يا أستاذ، بيتهيألك. الأيام هتثبت لك يا وردة إن نعيم جوزك عمره ما يقول كلمة غلط أبداً. غبي، وطول عمره هيفضل غبي طول ما هو بيفكر بعقل مراته اللي ملهاش في التفكير غير الفلوس والثروة والعز. معلش يا خالي، معلش، الشدة والذل مسيرهم يا عقال. إمتى يا بنتي بس إمتى؟ تعرفي يا عايدة، انت عقلك احسن من عقلهم بكتير، رغم انك ست والستات ناقصات عقل. طب ليه كده؟ كده برضو ده انا عمالة مقع عينيا من صباحية ربنا من العياط عليك، واخرة المتمة تغلط فيه؟ لا بعدين ولا قبلين، انت رغاية كده ليه؟ بقولك ايه، قوم روح عايز انام. نام؟ يو، ما انت اللي عمال ترغي معايا بالكهرباء من ساعة ما قعدني، ده جزاتي؟ ماشي، أنا شكلي تهنت، عن إذنك يا خالي. بتقول إيه؟ جدي مات؟ وردة! يا وردة جدي مات! يا مجنونة جدي مات! بقول لك جدي مات! ألف مبروك يا حبيبي! هصدق البقاء لله يا حبيبتي! لا، ألف مبروك! مبروك إن جدي مات! ومناسبة بقى المفاجأة الحلوة دي، أنا كنت عاوزة اطلبك للجواز. طبعا، ليه لا؟ نعم، ايه؟ نتجوز تاني. بص هاتلك نضارة وبص، بص على احلى عرايس. بص هاتلك نضارة وبص، بص على احلى عرايس. بص هاتلك نضارة وبص، بص على احلى عرايس. بص هاتلك نضارة وبص، بص يا باشا، اتفضل. بسم الله عليك وعلى خطوتك وجمالك. انت يا خليل يا متخلف، يا اللي اسمك خليل. افندم سعادة الباشا، ايه اللي بيحصل ده يا متخلف؟ ما تقولش متخلف يا سعادة الوزير الاسبق. ما تقولش اسبق يا متخلف. الله يسامحك. عموما ده بمناسبة جواز الدكتور نعيم. الدكتور نعيم اللي مات صحي وبيتجوز كمان يا متخلف؟ لا، ده الدكتور نعيم حفيد الدكتور نعيم الله يرحمه. والدكتور نعيم حفيد الدكتور نعيم الله يرحمه بيتجوز مين يا متخلف؟ بيتجوز مراته مدام وردة. في حد عاقل يتجوز مراته يا متخلف؟ الله يسامحك يا سعادة الوزير الأس. اوعى تقولها يا متخلف، فاهم ولا لا؟ متخلف. انا برضو اللي متخلف. شوية مجانين. احنا برضو اللي مجانين. تقول حاجة؟ لا، بقول الله يسامحك. انا بحسب. يا اسبق. اثبت. خش يا عطارة لملم. النهارده يا جماعة فرح الشاب نعيم على مراته سليلة الحسن والجمال وردة. انت يا بنتي عطيات، انت يا حلوة، انت يا وحشة، انت قولي لي مين بيتجوز مين؟ طب ليه الضرب يا رزة؟ ما تيجي انا هقول لك، الدكتور نعيم بيتجوز مراته مدام وردة. اللي رفعزينا ليه الباب؟ حد يجوز مراته مرتين واحنا مش لاقيين حد يجوزنا ولا نفسي ولا وجع. يا وزي، انا دلوقتي عملت لك انت كل شويه تضربيني ولا ايه؟ اعمل لك ايه دلوقتي؟ وهفضل اضرب فيكي لحد ما افهم مين اللي اتجوز مين. يا ربي، ما قلت لك الدكتور نعيم بيتجوز مراته مدام وردة. خلاص
فين؟ شايفاني مجنونة ولا ايه؟ لا 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 مجنونة ايه؟ لا سمح الله حقك عليا، انا اللي مجنونة وبنت مجانين. بقول لك ايه بقى؟ ايه؟ تعدي كده في كلامك وخليكي حلوة كده معايا، قولي لي بقى وفهميني مين اتجوز مين؟ يا دي النيلة تاني؟ عايز اعرف ولا اقول لك؟ مش عايز اعرف حاجة منك، متخلفة بالصحيح؟ انا بفضل المتخلفة منك لله يا مديعة. ايه اللخبطة دي؟ هو نعيم هيتجوز وردة على مراته وردة، والنبي اللي نقيل لمراته وردة. دي ايه؟ هي وردة واحدة بس. ايوه هو متجوز، هيتجوزني تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر كمان. حد فيكم عنده اعتراض؟ ايه ده؟ يعني هو هيتجوز مراته تاني؟ ايه اللخبطة دي بجد؟ ايه الناس المجانين دول؟ بقول لك ايه؟ ده المجانين في نعيم بجد. سامرة بتقولي حاجة؟ لا ما تشغليش بالك، دي فين مفترض زي دي؟ انت تركزي، ركزي في اللي انت رحاله، دي مجرد انها بتقول ان نعيم في نعيم. ما انا فاهم يا متخلف. وحدوه. لا اله الا الله، اعدله على القبلة يا معلمي. انا مش قلت لك تخلص خالص لما المعلم يتكلم تخلص خالص. لا اله الا الله، انا ما فتحتش بقي يا معلم، هو اللي اتكلم. هتفتح بوحك وتكلمني وتقول لي مين بيتجوز مين؟ يا معلم انت مش لسه قايل انك فاهم كل حاجة؟ ما تودش على المعلم كده، اعدله على القبلة يا معلمي. انا مش قلت لك ما تفتحش بوحك خالص. انا هخلص خالص يا معلم ومش هفتح بوقي اهو. اليكم هذا النبأ العاجل بمشيئة الله تعالى. انا ورث الشاب نعيم نعيم نعمان عن جده نعمان 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 المصحة النفسية لعلاج الجنان الجنان الجنان. وبهذه المناسبة هيا بنا نفرح ونغني كمان وكمان وكمان. هنغني لمين والمين وين ومين؟ هنغني لمين والمين وين ومين؟ هنغني لمين والمين وين ومين؟ يا فايز يا لطفي، المرة دي بقى هطردكم انتوا الاثنين بره. اسمع بس تيّن، مش الوصية بتاعت التقطور كتك التقطور النحمان. ايوه وصية جد الدكتور نعمان ان انا حافظ عليكم كمجانين. مجانين؟ انا اسف، كعقلين. ما تيلا يا لطفي. اليكم قسم المصحة. مصحة. قل يا بوليا ما نخليا. ما نخليا. قل يا بوليا ما نخليا. مدام؟ انت شايفاني مدام؟ مش شايفة الوردة؟ ايه؟ ما بتشوفيش؟ انا انسة. كي انسة ام وردة، حقك علينا حقك علينا، احنا على الهوا يا وردة، احنا على الهوا. او بنسأل دكتور نعيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت ما سمعتيش عن حاجة اسمها ليديز فيرست؟ اسأليني انا الاول يا مدام. مش قلتلك انا مش مدام، انا انسة. ايه؟ مش شايفة الوردة تاني؟ خلاص يا انسة ام وردة حقك علينا، اسأليها، اسألي مدام وردة. واسألها بمناسبة ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ سأليني بمناسبة ان انا مراته. ايوه مراته، وورثنا المصحة دي كلها، والنهاردة كان فرحنا. واو فانتاستيك، هو ده اللي مجنني. ده منتهى الهوليا بوليا. اه طبعا طبعا يا فندم، احنا الحقيقة احنا كلنا هوليا بوليا. ايه ده ايه ده ايه ده يا نعيم؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ اقص عليك اقص. اسألني انا. يا وردة خلاص خلاص، ما تقطعيش نفسك كده، اتفضلي جاوبي انت. ايه ده ايه ده انت وهي؟ هو انا سألتها عشان تجاوب؟ يا حبيبتي مش مهم مش مهم، انا اجاوب مش مهم تسألي. يا خيبتك يا معلم. الحقيقة انا اسف، حقك عليا، انا اسف يا جدو. جدو
مناخوليا مناخوليا والنفوخ ادواره عليا صح ندلع في الزيتونة زيتونة وكان فاكرها الفاصوليا ولا لا لا لا